السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في التقرير اليومي الجديد مقدم من ثينك ماركتس. معكم محمد زيدان. الهدوء يعود للجلسة الأوروبية بعد جلسة آسيوية وجلسة أمريكية قبلها لحد ما عنيفة، وكانت الملاذات الآمنة هي الأكثر أكثر في تحقيق المكاسب. شفنا الذهب في جلسة آسيوية وصل لمستوى 1474، شفنا الين الياباني وهبوطه، وشفنا الداو جونز وعملية السيل أوف والفزع اللي شفناه في الجلسة الأمريكية يوم أمس. بالنسبة للبيانات الاقتصادية المنتظرة النهارده، ما فيش صدر. معدلات البطاله النيوزيلنديه انخفضت اكثر مما كان متوقع من القراءه السابقه، وشفنا البنك الفيدرالي الاسترالي او البنك المركزي الاسترالي يبقى على اسعار الفائده عند 1%. بعض الاشارات، لو نبدا نبص التحليل الفني، نبدا بمؤشر الدولار الامريكي. بعض الاشارات تشير ان احنا ممكن نبدا في عمليات جني ارباح طفيفه واستعاده بعض الخسائر للدولار الامريكي اللي كانت حققت في منذ بدايه الجلسه. شفنا وصول لمستويات 97، ما ننساش مستويات 97 دي مستويات دعم مهمه. دلوقتي قد نرى بعض الارتفاعات والعوده ل 97 50 97 56، اي بعض عمليات جني ارباح متوقعه، ولكن ده بشرط ان احنا نشوف مستويات 97 متماسكه. لو شفت اي اغلاق تحت 97 يبقى هنكمل الاتجاه الهابط. لو بقول عمليات جني ارباح متوقعه، ده مش معناه ان انا بقول هنبدا نشوف صعود، بالعكس ما زلنا امامنا بعض الهبوط تاني. ولكن حتى الان السلوك السعري يؤدي يوضح ان في هدوء شويه في تماسك الاسواق. مستوى 97 مهم تركز عليها. لو شفت اغلاق تحتيها ممكن تقول استكمال اتجاه الهابط. ما لم السوق يغلق في تحتيها يبقى انت هتشوف مستهدفات عند 97.5 97.65. اليورو دولار ومع المكاسب الحقيقه امبارح وصل الاهداف عند ال 12.50. بالنسبه لليورو دولار هنتداول عليه، انا اتوقع بعض الهبوط طبعا لليورو دولار والعوده تاني لمستويات ال 11.50. لو شفت تجاوز 12.50 معنى كده انا هكمل اتجاه الصاعد، هستهدف 13.80. ما شفتش ذلك يبقى انا برجح سيناريو العوده لمستوى الدعم المهم عند الاقيه عند حوالي 11.50 اللي انت شايفها قدامك ديت، واللي هي قد تكون الحركه عرضيه. فبالتالي انا برجح البيع او امرق في خسائر فوق 12.50. اول ما اشوف السوق فوق 12.50 ببدا اشتري تاني وبستهدف 13.80، غير ذلك اهدافي عند 11.50. لو انا افضل الشراء انتظر لمستويات كويسه عندنا مستويات ال 12 11.80، ال 12 هو الحاليه 11.80، وعندنا 11.50 قد تبنوا عليها مراكز شراء. لو شفت اغلاق تحت 11.50 ده هيرجعنا لمستويات 11.05، مستويات الدعم المهمه اللي امبارح كانت تجاوزها السوق بيدينا اشاره ايجابيه. الجنيه الاسترليني بغض النظر عن ارباح الدولار وخلافه، ولكن شفنا النهارده الى حد ما عاد القوه في الجنيه الاسترليني، تجاوز مستويات مهمة عند ال 22. لو شفت اغلاق فوق ال 22 كان شرط امبارح وهو برضه هيبدأ النهارده، اغلاق شمع 4 ساعات فوق ال 22 ال 22 ده يرجعني ل 23.50. لو فشل السوق ممكن نرجع نهبط مرة تانية، ولكن من الواضح ان السوق النهارده هيبقى عنده القدرة ان هو يتجاوز مستويات ال 22. الدولار الاسترالي لم يصل بالظبط لمستويات الاهداف اللي احنا ذكرناها امبارح، ولكن كان هبوطه عنيف يوم امس. النهارده 67 40 وتماسكت احنا شايفينها، وده يرجح ان احنا نعود نشوف عمليات صعود مرة اخرى لمستويات ال 68 30 المستويات المهمة، المستويات الدعم اللي اتكسرت يرجع يعكد عليها، ومن هناك نشوف السلوك السالي وممكن نبني مراكز بيعية جديدة. لو شفت بقى تجاوز ال 67 40 وشفت اغلاق شمع 4 ساعات، ده معناه هنكمل اتجاه الهابط لمستويات ال 66 80. غير كده مفيش أي فرصة تكون واضحة عليه بناء مراكز طويلة، كلها المفروض تكون مضاربات عمليات شرائية لاقتناص 20 30 نقطة. النيوزيلاند دولار نفس السيناريو الاسترالي دولار، ولكن هو تقلباته أعلى. شفنا مستويات الدعم قوية متماسكة قد إيه، انا عاوز اقول لك مستوى الدعم اللي هي عند حوالي 64 90، وما بين 65 و 64 90، ما بين 65 و 64 90 متماسكه بشكل واضح، هتوضح ان ده ممكن يدفعنا برضو نشوف عمليه جني ارباح نيوزيلندي. العوده لمستويات ال 66 و 66 صفرين 66 20 ليس بعيد بالنسبه للنيوزيلندي، ولكن بشرط تماسك مستويات ال 65 و 64 90. لو تم كسر هذه المستويات هبوطا واغلق تحتيها شمع 4 ساعات، هيدفع السوق تاني لمستويات ال 63 وال 62، غير ذلك بعض الصعود هو المتوقع. بالنسبه للدولار الامريكي مقابل الدولار الكندي، امبارح كنا مراقبين مستويات 32 50 وشفنا اشارات سلبيه، وده اللي رجح عمليات البيع، وكنا منتظرين بعد فتره رجح بعض الهبوط تاني بالنسبه للدولار الكندي عند مستويات 30 80 مستهدفتنا، بشرط تماسك مستويات ال 32 60 32 80. ما شفش اي اغلاق عليها، لان لو شفت اغلاق عليها ده هيرجعنا للصعود لمستويات 33
30، ولكن في ظل السلوك السعري ده مش متوقع، متوقع ان احنا نشوف ضغوطات بيعيه على الذوق. الدولار الامريكي مقابل الين الياباني وصل لمستويات 105، مستويات مهمه، شفنا عمليات جني ارباح، اتوقع ان احنا قد نرى بعض الصعود مره اخر، ولكن التداول هيكون شرطي. شوف النطاق السعري بتاع النهارده، نحط عليه لو شفت اغلاق فوق ال 107 هبدا اشتري واستهدف ال 108، شفت اغلاق تحت ال 155 هبدا ابيع واستهدف ال 104، غير ذلك هكون في مرحله انتظار. وخلي بالك الدولار الامريكي مقابل الين الياباني او الين الياباني وازواجه دايما هيكون عليه تقلبات مرتفعه، لقد نرى تدخلات من البنك المركزي الياباني بسبب ان قوه الين قد تضعف الاقتصاد الامريكي الاقتصاد الياباني وتؤثر عليه. الذهب برضو لو بصيت على التيار الزمني اليومي هنشوف ان احنا امام ترند الى حد ما قوي. اول حاجه مستويات ال 1474 اللي وصل لها، دي مستويات مهمه جدا. احنا قلنا 1474 تقريبا امبارح 1476، طبعا هو ما جابش 96، ولكن المنطقه احنا ما نقدرش ناخد اسعار بالظبط، المنطقه قويه، شفنا دوت برضه يتناسب مع ترند لحد ما قوي، يمثل مقاومه مهمه، مقاومه محوريه مع مستويات مستهدفه وصل لها. اتوقع ده قد يدفع ان احنا نشوف عوده تاني للذهب عند مستويات 1446 وال42 كعمليات جني ارباح والعودة لمستويات الدعم، ده سيناريو متوقع. حتى لو بصيت على الإطار الزمني الأربع ساعات هتلاقي بدأ تكون إشارات سلبية، حتى شفت الارتفاعات دي إشارات سلبية وتمسك. طيب إمتى أبدأ أشتري تاني؟ لو شفت تجاوز 1472 وقتها هبدأ أشتري، لأن هشوف وقتها 80 و88، غير كده أنا مستني الهبوط لغاية مستويات ال 1448 و46. ده بالنسبه للذهب. للنفط، النفط متماسك حتى امبارح بحاولات هبوط متماسكه، اتوقع النفط يعود للصعود مره اخرى، مستهدفاتنا عند 56 ونص، مستويات مهمه، مستويات دعم مهمه، هو ده عند حوالي 84 80، شفنا تماسك مستويات ال 54 وال 53.80، 54 و53.80، ده بقى سيناريو ان هو ما دام السوق متماسك بدأ على مستوى ديت، العوده ل 56 هو سيناريو متوقع. لو شفت بقى اغلاق تحت 54 او 53 80 يبقى ده معناه هرجع لمستويات ال 52 و51، غير كده العوده ل 56. البيتكوين هو الاكثر مكاسب زي ما قلنا امبارح، اتوقع ان هو هيستمر صعوده، استقراره في مستويات ال 11000، دفعه النهارده نشوف 12250، ال 13000 مش بعيده ومنها قد نرى هاي جديد عند 13500، وواضح ان الزخم الشرائي بيتكون على البيتكوين، واضح اغلاقات عند اعلى اسعارها، فده يغير وجهه اللي كانت عندنا ان احنا نرى هبوط، حقق اهدافنا ولكن ليس كلها، ولكن دلوقتي نبدا نرجح الصعود، وده اللي بدانا فيه من تقرير يوم امس. الداو جونز ابدا ابص معاه بالويكلي الاول، شوف الويكلي، شوف الترند الويكلي دوت، شفت السوق حاول يوصل لمتوسط ال 100 100 اسبوع، وشفنا ارتداد قوي اللي هو عند 25000، ده في الجلسه الاسيويه شفنا ارتداد قوي منه، لو رجعنا اليومي وشفنا بدايه التصحيح ده اللي يدفعنا ان احنا نرى استكمال الاتجاه الصاعد التصحيحي والعوده لمستويات ال 25000، اسف 26150، 26200، 26380 مره اخرى، وخاصه مع تماسك مستويات ال 25500، وده بعد وصول لمستويات دعم مهمه وعدم تماسك الاسواق واشاره ايجابيه. حتى لو بصيت على الاربع ساعات ده يرجح العوده للصعود مره اخرى، ويرجى الانتباه برضو على داو جونز ان تقلباته مرتفعه ومرتبطه باي تغريدات ترامب لو دخل السوق. الدولار الامريكي مقابل الليره التركيه مستمر في اتجاه الهابط، توقعاتنا عندنا مستنيين اهدافنا عند ال 5.52 ومنها ال 5.50 بشرط ما اشوفش صعود تاني فوق ال 56. ده باختصار اهم مستويات الدعم والمقاومه النهارده والنماذج اللي بنتابعها. اتمنى لكم افضل التمنيات بتداول موفق، كان معكم محمد زيدان، مع السلامه.